السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. الله يخليك، عندي سؤال بس معلش يا شيخ. تفضل. اللهم صل على حبيب النبي، أنا بسافر في بلاد برة وبنزل مصر عيادة وكده. فأنا نزلت معايا حوالي 7 جنيه مصري في 2017. طيب. كان المبلغ ده لا يبلغ النصاب، بدل ما أحطه في بنك أو حاجة فيها ربا، رحت استلفت 53,000 صار معي 100,000 واشتريت شقة. الشقة طبعا ما أجرتهاش لأنها لا تصلح للإيجار، عايزة كهرباء ومية وكده يعني. أنا في 2021 أنا بعت الشقة بنفس السعر. هل أنا عليا زكاة؟ وإذا كان عليا زكاة أدفعها من 2017 ل 2021 ولا أدفعها من 2018 من بعد ما سديت الدين اللي عليا لحد 21، يعني 3 سنين أو 4 سنين؟ شوف، يوم أن كان معك 47,000 ليست عليك زكاة لأنها لم تبلغ نصاب الذهب. تمام. فإذا بلغت نصاب الذهب أموالك ومرت عليها سنة زكيتها. فهمت؟ تمام. فهمت كلامي؟ منذ يعني يعتبر أنا سديت الفلوس 2018. خلاص. أصبح هي أملك ال 100,000 دي في 2018. إذا مرت عليها سنة ب 2019 تزكيها و 2020 تزكيها. يعني يعتبر 3 سنين يا شيخنا، صح كده؟ صح كده. ماشي يا شيخ، شكرا جزيلا. وإن زكيتها ال4 سنوات على أنها من على أنك ستبني على نصاب الفضة فهو أفضل لك. الأفضل 4 سنين برضه. أي، لأن إذا بنيت على نصاب الفضة ستزكيها 4 سنوات. مضبوط.